يقوم الجوز بتحسين الأداء الإدراكي العصبي عند الجنين، كما يحتوي على نسبة عالية من المركبات الوقائية العصبية مثل فيتامين A والميلاتونين والفولات وجميع أحماض أوميجا 3 الدهنية والمهمة. كل هذه الأمور تستفيد منها الحامل بشكل مباشر في الأداء المعرفي والذي يتضمن الذاكرة والانتباه والتركيز والتفكير والإبداع. يحتوي الجوز على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل من الإجهاد التأكسدي في الدماغ وتساعد على تحسين إشارات المخ وتولد الخلايا العصبية وهي إنشاء خلايا عصبية. إن تناول الجوز أثناء الحمل مفيد للغاية لعقل الجنين، فيمكن للحوامل تناول من 4 إلى 5 حبات يوميا، كما يقوم بالتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم فيتحكم في مستويات الكوليسترول ويحسن أداء القلب. إنه يساعد في خفض الكوليسترول السيء وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، كما أنه يقلل من خطر تراكم البلاك في الشرايين، كما يعمل على الحفاظ على ضغط الدم. إن الجوز يساعد على التوازن والحفاظ على ضغط الدم الحيوي أثناء الحمل، فتتعرض النساء الحوامل لارتفاع ضغط الدم في الثلث الثالث من الحمل، والذي قد يكون خطيرا جدا ويؤدي إلى إجهاض وولادة مبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة. تناولي فقط أوقية من الجوز يوميا، هذا يمكن أن يقاوم هذه المشاكل بفعالية. يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. يحتوي جلد الجوز الورقي على مادة البوليفينول التي تساعد على محاربة الأكسدة في الجسم. بمعنى آخر، استهلاك الجوز يجعلك تتقدمين في العمر ببطء، كما يقلل من الالتهابات وهو سبب الأمراض المختلفة بما في ذلك أمراض القلب والسكر ومرض الزهايمر والسرطان. إن مشاكل الأمعاء شائعة في النساء الحوامل مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن، يمكن أن يساعد أكل الجوز على مكافحة مشاكل الأمعاء المتنوعة من خلال إعطاء ميكروبات الأمعاء الدقيقة المغذية وغيرها من البكتيريا التي تعزز الصحة. يدعم الجوز التحكم في الوزن. إن زيادة الوزن هي أمر شائع في الحمل، لكن لا تريد أي امرأة أن تضع وزنا أكبر مما هو مطلوب لصحة المولود الجديد، في حين أن الجوز غني بالسعرات الحرارية إلا أنه يمتص بسهولة ويساعد في السيطرة على الشهية، حتى أن بعض الدراسات قد وجدت أنه بعد أسبوع من تناول الجوز يوميا يتم تقليل حس الأسنان الحلوة بشكل كبير. يعمل أيضا على انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، فيمكن محاربة سرطان الثدي والبروستاتا والمستقيم والقولون عن طريق أكل الجوز، لأنه غني بالأيلا جيتانين من البوليفينول والتي يتم تحويلها بواسطة ميكروبات الأمعاء إلى يوريثين، وهذا بدوره لديه خصائص تشبه الهرمونات التي تساعد في الحد من السرطانات المرتبطة بالهرمونات مثل سرطان الثدي والبروستاتا. لكن يجب توخي بعض الحذر، إن الجوز هو واحد من الأطعمة الثمانية الأكثر حساسية التي تم تحديدها عالميا، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي شديد جدا وقد يؤدي إلى الحساسية المفرطة التي قد تكون قاتلة. يتم تحديد الحساسية في الجوز في مرحلة الطفولة المبكرة في معظم الناس. تحتاج النساء الحوامل إلى توخي الحذر الشديد إذا لم يسبق لهن تناول الجوز أو غير متأكدين من إصابتهن بالحساسية من خلال تناوله. في بعض الحالات تم العثور على الجوز للحد من امتصاص المعادن خصوصا الحديد الذي يمكن أن يكون ضار للنساء الحوامل. إن الجوز هو طعام رائع إذا لم يكن لديك حساسية من تناوله، فهو إضافة عليا إلى نظامك الغذائي اليومي.